يعني وش في ايدك بتريد من اخ فاقد اخ عزيز علي؟ ما هي دي يا فضل؟ ارجوك ارجوك فضل اخي وصديقي وعزيز علي دائما وابدا، لكن اتمنى له الرحمه والغفران، وان الله يحط فيه الاخ عبد الله صاحب الجلاله البركه واخوانه ورجال الاردن وشعب الاردن. والاردن عزيز علينا اول والان اعز اكثر واكثر، ولا نقول الا الحمد لله رب العالمين، هذا قضاء وقدر وعلى الجميع. نتمنى الصبر والسلوان للشعب الأردني وللعائلة الأردنية كبيرهم وصغيرهم، ونحن واثقون من صاحب الجلالة الأخ عبد الله وإخوانه ورجالات الأردن وشعب الأردن إنهم يحافظوا على هالكيان اللي أسس، وإن شاء الله نحن واثقون من ما نقول. هذا ما نقول. سمو الأمير عبد الله، كان لكم لقاء طيب مع جلالة الملك رحمة الله عليه في واشنطن، وكانت هذه المشاعر الفياضة، وكانت رسالتكم بأننا سنكون معكم يا أردن ويا حسين في عسر الأيام ويسرها، واليوم تزورون في مناسبة فقدان أخ، كيف نرى مستقبل العلاقة بين الأردن والسعودية؟ والله العلاقة مثل ما قلت أول متينة، والآن إن شاء الله بتكون أمتن وأمتن، لأنه الأردن ومليك الأردن وأهل الأردن ورجالات الأردن عزيزين علينا، ولا يمكن نحن نفرط في الأردن مهما كان، ونفتي الأردن بالأرواح.